لنقاش تفاصيل حول الكتلة الأكبر ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي فواز طيب من أربيل. أهلا بكم سيد فواز. سيد فواز طيب، تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة الرافدين. نعم أسمعكم. أهلا بك من جديد. مجلس النواب إذا عقد جلسته الأولى بعد إعلان الصدر والعبادي عن تصدر الكتلة الأكبر، برأيك هل انتهى هذا الخلاف الحاصل على تشكيل الكتلة الأكبر بمثل هذا الإعلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة الأولى رفعها رئيس السن في وقت متأخر من الجلسة الثانية في القاعة رقم 4، وحول طلبات من كتلة الإصلاح والإعمار التي يمثلها شاعرون والحكمة والوطنية وجزء من المحور الوطني إلى المحكمة الاتحادية، لأنه الكتلة الأخرى التابعة لدولة القانون والفتح وجزء من المحور العربي وأطراف أخرى قدموا أيضا طلبا إلى رئيس السن بأنهم هم الكتلة الأكبر. الطرف الأول محور يعني البناء أو الإصلاح والإعمار عفوا التابعة لكتلة النصر وشائرون يعتمدون على تواقيع رؤساء الكتل الذي يبلغ عددهم كما هم يدعون إلى 148 نائب. أما المحور الآخر كتلة الائتلاف البناء اللي يمثله دولة القانون و الفتح يعتمدون على التواقيع الحية لكل نائب، وجمعوا 153 توقيع. وهنا الخلاف في الدستور العراقي حول هذا الموضوع، فرئيس السن اضطر إلى رفع هذا الموضوع إلى المحكمة الاتحادية لبدء الموضوع. نعم، برأيكم هل تعتقد أن تدخلات خارجية هي من ستحسم الأمر، لاسيما وأنه لم يتم الاتفاق بعد على من هي هذه الكتلة الأكبر التي ستتصدر أو تصل إلى تشكيل الحكومة وباقي التفاصيل الدستورية؟ يعني من خلال متابعتنا لكل الحوارات وكل التحالفات كان هناك تدخلات خارجية من أمريكا، من إيران، من تركيا، من حتى دول خليجية في هذا الموضوع، يدفعون باتجاه معين نحو أحزاب معينة وحتى شخصيات معينة. لكن هذا الموضوع اليوم أصبح قانوني تحت قبة البرلمان، ويجب على المحكمة الاتحادية تحديدا اتخاذ قرار بهذا الموضوع، من هي الكتلة الأكبر التي لها الحق في تشكيل الحكومة. الضغوطات الخارجية لا أدري يعني كم هي ممكنة في هذا الموضوع، لكن هي لا تخلو طبعا بكل تأكيد من ضغوط من هنا وهناك. نعم، ماذا عن تصريح الخزعلي زعيم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب في تعليقه على تشكيل الكتلة الأكبر وقوله إن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا؟ نعم طبعا هذه تصريحات سياسية للضغط على جميع الأطراف بأنكم لا تستطيعون إهمالنا بكل الأحوال، نحن جهة اعتبارية، نحن جهة مسلحة، نحن جهة نملك الكثير من القوة ونستطيع تغيير الكثير من المعادلات على الأرض. هذه تصريحات سياسية للضغط على الأطراف الأخرى ليس أكثر، ولكن في الأخير القانون هو من المعذرة عن المقاطعة. الحديث عن السلاح والتسلح ربما يقودنا للربط بين تصريحات الخزعلي بالأمس وتصريحات العبادي اليوم في حديثه في حصر عن حصر السلاح بيد الدولة، ما مدى صحة ذلك؟ يعني السيد العبادي نعاني معه كثيرا في تعريف هذه المصطلحات حقيقة، يعني حتى تعريف الوطن لدينا إشكالية مع السيد العبادي في تعريفها. حصر السلاح بيد الدولة، من هم الدولة؟ هل الميليشيات دولة؟ هل العصابات دولة؟ هل قيس الخزعلي نفسه دولة؟ يعني هل ممكن أن قيس الخزعلي يملك السلاح أو لا يملك؟ هذا ما لا نعرفه من السيد العبادي بشكل واضح حقيقة. وهناك إشكالية كبيرة في العراق في كل هذه المصطلحات نعاني منها في يعني التعامل مع الحكومة، مع رئيس الحكومة، مع رئيس البرلمان. هناك أمور كثيرة لا نجهلها ماذا يقصدون بها، حتى كلمة الوطنية الآن يتكلمون
الكل يتكلم باسم الوطنية، ماذا تعني لهم الوطنية؟ هل الوطنية هي الدين أو المذهب أو جماعة معينة؟ هذه إشكالية كبيرة في العراق. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي فواز طيب، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.